انا بس كل اللي انا بقوله ان هذه الفتره بالنسبه لنا هي فتره بتوريك قد انت لازم تبقى فخور باسم ناديك وباسم بلدك وباسم يعني اللي عمله مثلا علي لطفي في الكلام اللي هو قايله النهارده على الاكاونت بتاعه الشخصي وكلامه اللي انا قلته امبارح. الحقيقه انا قلته لانه ده الطبيعي ان انت لما تبقى موجود، لما انا كنت بلعب للاسم باسم النادي الاهلي في اي مكان في افريقيا او مع منتخب مصر، انت او خلينا في النادي الاهلي، انت بتمثل اسمك، اسم بلدك الاول واسم ناديك. فعلي لما بيجي يتكلم لازم يبقى عارف ان لو حد زقه النادي الاهلي هو متاكد 1000000% يا استاذ عصام ان النادي الاهلي هيجيب له حقه. صحيح. في نفس الوقت هو لا يمثل نفسه. صح. ويمثل بلده هي دي الاخلاق اللي احنا بنتكلم عنها، هي دي المسؤوليه اللي احنا دايما بنتكلم عنها. صحيح. والاحتراف والمؤسسيه، وانك انت مش هتدي يعني على شخصك، احنا مش في الشوارع او هكذا يتوقع البعض يعني، وليست بلحظه ضعف. ليه بقول لحضرتك حاجه تفرحين؟ من ناحيه النادي الاهلي بشعبيته الجارفه، نعم، بجمهوره العظيم اللي رايح ورا فريقه. طبعا. من ناحيه تانية فريق شعبي يقابل النادي الاهلي في شوارع المحافظه بجمهوره ايما استقبال، ثم يذهب الى المدرج في صوره مفتقدينها حكيم بقالنا كتير، صوره انه يشجع فريق أسوان، فريق محافظته، فريق شعبي، واللي من غير كده الكرة تندثر، ثم يترك للآخر فرصة التفوق، وفي الآخر جود لك هارد لك يا كابتن. هذه هي كرة القدم. طبعا عشان كده المشهد كان رائع. تحية لأبناء أسوان، تحية للسيد المحافظ، الملعب كان أبهة جماهيرية، تحية للشعب العظيم. لنا الملعب الحتة بتاعت الجنوب الجميلة دي. حاجة بصراحة. حاجة تفرح، عشان كده قلت لك تفرحين يعني مظبوط. بالبلد.